واحد بيقول انا شاب عندي 32 سنة ولم اتزوج، وطالب الصلاة من اجل كي اتزوج في اقرب وقت، لاني اقع في خطايا كثيرة بسبب عدم زواج. وتعبت جدا وكثير ما اكون في حيرة في الاختيار، ولا اعرف اتكلم كثيرا بلباقة مع البنات، وكثيرا ما تعجبني بنات، ولكن خجلي يمنعني من ان اتكلم معهم في ذلك في هذا اليوم. على كل كسوف كويس، لكن مش كويس عند الرجالة بالشكل ده يعني. وما لو اتجوزت واحدة هتعيش معاها ازاي؟ يقول لها انا مكسوف اقعد معاك. ربنا يبعت لك بنت تعرف تلحلحك. لكن من زمان عندك الخجل مع البنات ده، ولا جالك بعد الكبر؟ كويس، دي حاجة جديدة دي. انا خايف اقول لك على الطريقة بعدين ما نعرفش نلمك بعد كده.